ياسين برنيشه من المملكه المغربيه، مواليد 1984. أسست شركه ليله الشيوخ لتخليص المعاملات، بس نسيت حاجه اللي هي تنظيم الحفلات والمناسبات بقى. بالنسبه اخويا الشركه لتخليص المعاملات، اول شيء احنا شركه كنا يعني تاسسنا 2010، كانت غير يعني كانت مسمى ثاني. بعدين غيرناها الى 2023، صارت الحين ليله الشيوخ لتخليص المعاملات والمناسبات. كانت في الاول العقارات، النشاط بتاع العقارات شفنا شويه يعني ما مشى الحال صراحه بينا، بس غيرنا الى تخليص الى حفلات حفلات وتنظيم افراح. الفكره اخويا ما فيها انه كنا عاوزين نطوروا نفسنا، يعني شفنا باللي الحين مجال بتاع الخدمات يعني السجل التجاري موجود فيه تخليص معاملات، ومجال بتاع الافراح الحمد لله في ناس يعني بنعرفوهم، يعني نفس الزباين اللي بيجونا بتاع تخليص معاملات باسس الشركات بيحصلوا عندنا نشاط اللي هو تخليص اللي هو تنظيم الحفلات والمناسبات. هناك جاتنا الفكره والحمد لله حاليا يعني تعاقدنا مع صالات الريجنسي وقاعدين شغالين فيها في السنه هذه الحمد لله. والله شوف هي سبحان الله احنا شفنا باللي هي بالنسبه يعني تجهيز الافراح والمناسبات يعني هي ليله واحده، ليله عرس هناك يعني ما شاء الله كلهم شيوخ اهل قطر طيبين، كلهم شيوخ الحمد لله بيجونا عندهم ليله واحده. جات الاسم يعني جات من هذا يعني المنطلق يعني ليله الشيوخ كذا جاء الاسم يعني. المميزات اللي عندنا يعني حاليا السعر بيكون صراحه منافس عن باقي الشركات. هذا انطلق لي يعني في 2023 اواخر يعني سنه 2023 انطلقنا في تجهيز الافراح والمناسبات وحاطين سعر يعني العالم كله ما شاء الله يعني في نفق قطر يعني الزباين كلهم حينصدمون لان سعرنا منافس اللي في السوق صراحه. اما بالنسبه لتخليص المعاملات الحمد لله تخليص المعاملات مبدئيا يعني ممتاز، واحنا يعني تميزنا عن باقي الشركات انه بنأسس الشركه في ظرف 3 ايام بنسلمك شركه جاهزه كامل. 3 ايام جاهزه كلها ان شاء الله من السجل التجاري الرخصه الى قيد المنشاه. بالنسبه للمشاكل والصعوبات صراحه المشاكل والصعوبات حاليا ما يعني ما حصلنا شي مشاكل، يعني بتكون يعني حاجات يعني بسيطه يعني طفيفه يعني مش مشاكل كبيره يعني بنتقاضى عليها الحمد لله بتمشي الامور صراحه. ايجابياتنا احسن من سلبياتنا. رؤيتنا المستقبليه ان شاء الله احنا بنشوفه من هنا، بنشوفه 2024 اول شيء دخلت علينا الحمد لله، بنشوفوها من هنا قدام باذن الله. يعني بنطوروا نفسنا صراحه، يعني بنعتمدوا مش على صالات الريزنس بس، بنطوروا نفسنا يعني على زباين بيجيونا ان شاء الله باذن الله، بنعملوا لهم في المجالس في القاعات الثانيه في الفنادق ان شاء الله. بالنسبه لهذا لتزيد الافراح تخليص معاملات مكتبنا موجود فاتح يعني ان شاء الله فاتح لجميع المواطنين والمقيمين، اي شيء بدنا نخلصه له تخليص معاملات باذن الله بنخلصوها له في 4 ايام بتكون الامور جاهزه باذن الله. اول شيء شكرا جزيلا بالنسبه للعائله الحاكمه، يعني موفرين لنا الامن والامان والاستقرار وحتى البنيه التحتيه، وموفرين لنا جميع الخدمات يعني تسهيلات لا من ناحيه الخدمات الالكترونيه ولا الخدمات الاونلاين، يعني اختصروا علينا كثير مجالات، اختصروا علينا صراحه في مجالنا يعني في مجالنا بالضبط اختصروا علينا، يعني الشكر قد ما اشكرهم يعني
ما أوصل لك شعوري بالنسبة للشكر للشيخ تميم حفظه الله والأمير القائد إن اللهم شاء الله. آمين. أول شيء أوجه رسالة شكر الوالدة حفظها الله بدعواتها، إحنا واصلين اللي وصلنا له الحين بدعوات الوالدة وبصبر الزوجة. الزوجة الحمد لله صبرت معنا في السراء والضراء، هادو اثنينهم بوجه لهم أكبر تحية كبيرة من هذا المنبر عندك. بارك الله فيك أستاذ ياسين، أنا تشرفت في مقابلتك لنا الشرف، وأنا كنت سعيد جدا أيضا هلا بكم بالحديث والحوار معك. شكرا على استضافتك. الله يحفظك ودي، مرحبا حياكم الله في أي وقت. الله يسلمك. شكرا أيضا لدعمك السخي المادي والمعنوي. الله يحفظك.